صبحكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي، وانتو سعيدين بتواصلكم ونتشرف أكيد في متابعتكم. شكرا لرعاة البرنامج، شكرا لكل من سفريات الميلم على رعايتهم الكريمة لبرنامجنا. وانتو الاسم المميز في عالم الأغمشة مشاهدينا، علي كاكولي وأولاده شكرا لهم على رعايتهم الكريمة. هاي فتنس النادي الصحي شكرا لهم على رعايتهم والتزامهم في الضوابط الصحية في الكويت، وأكيد إن شاء الله ننتظر جميعا عودة الأندية الصحية مع غرارات حكومتنا. وأخيرا الاسم المميز في عالم الحلويات والمعجنات ريد كريم، شكرا لهم على رعايتهم. ونشكر مشاهدينا جميع رعاة برنامجنا، وانتو نشكركم انتو كذلك على متابعتكم تفاعلكم كل شيء تقدمونه لبرنامجكم وانتو، وهذا دورنا أن نرضيكم دائما وأبدا. نرحب سريعا في محلينا منورين في حلقة اليوم، عبد العزيز الكوت وعلي بولند، عبد الله أشكناني وعادل المشري. وأكيد حلقة اليوم البداية مع القمة والحدث الأكبر في هذا اليوم في البريمير ليج، تحديدا بالأنفيلد، انتصار السيتي والأول لبيب غوارديولا على كلوب في الأنفيلد بنتيجة 4-1. البداية خلونا نشوف غوارديولا شنو قال ونرجع. مشاهدينا اكيد بناخذ اتصالاتكم ووجهه نظركم في انتصار بيب غوارديولا الاول في الانفيلد على كلوب، انتصار عريض بنتيجه 4-1. شنو اليوم اللي لفت انتباهكم في انتصار بيب غوارديولا؟ ومن الجانب الاخر، هل يتحمل كلوب اليوم النتيجه ام هناك اسباب اخرى من لاعبين، امور فنيه؟ كل هذا واكثر بناخذه من خلال مداخلاتكم، من خلال اسئلتكم واستفساراتكم لمحللينا اللي منورينا في حلقه اليوم. واكيد البدايه مع عبد الله شكناني، اول انتصار لبيب غوارديولا على كلوب واول هزيمه لليفربول في ملعبه من 2003. تعليقك. تعليقي ابو محمد انه هو فوز عن جداره واستحقاق وباكتساح، تكلم عن نتيجه 4-1 في الانفيلد، نتيجه ثقيله جدا، فوز خلينا نقول بكل المقاييس كان مستحق للسيتي. ثلاث نقاط على السريع ابو محمد، اليوم احنا نتكلم عن السيتي انه هو سجل اهداف غزيره او استحوذ على الكره، هذا شيء معتاد في السنوات الاخيره، اما مساله ان انت تكون بهالصلابه الدفاعيه، خطوطك متقاربه منظمه، اخر شهرين بس مستقبل هدفين، هدف من تشيلسي اودوي واليوم ركله جزاء مو من اللعبه مفتوحه، فهذه اشاده لدفاع السيتي. في السنوات الاخيره كنا نقول ابو محمد السيتي دائما اظهرت له العمق ويضغط بشكل عالي 90 دقيقه، ارهاق للاعبين، مساحات في الخلف، شفنا هذا الشيء انعكس عليه سلبي في دوري الابطال من اولمبيك ليون، من موناكو، من ليفربول، من توتنهام، هذا الشيء تعدل بالسيتي. اليوم نتكلم عن 14 هدف استقبله في 22 مباراه، اقل من هدف في المباراه، معدل ممتاز، هذا في الجانب الدفاعي. طبعا هذه اشاده ايضا للمجموعه وللافراد اللي هم دياز، ستونز، وكانسيلو بشكل خاص هذا الثلاثي. نتكلم عن الشق الهجومي، اليوم نتكلم عن 43 هدف تقريبا، والسيتي ما عنده هداف، هدافه يمكن الكاي غوندوغان بتسع اهداف، عمل مجموعه محترم، انت ما عندك راس حربه قاعد يغطي عيوبك، لا، الافراد كلهم قاعد يسجلون، فهذه اشاده لخط هجوم السيتي كعمل مجموعه متكامل من دون راس حربه خلينا نقول قناص. الشق الثالث محمد اللي هو ليفربول، اعتقد ان الحاله الذهنيه اللي خلينا نقول اليسون كانها قاعد تعكس صوره ليفربول في الاسابيع الاخيره، الفريق متخم خلينا نقول بالاصابات، فريق هجومه اللي هو خط خلينا نقول من افضل خطوط الهجوم في اوروبا في السنوات الاخيره وفي العالم قاعد يعاني، اليوم لاعبين في غير مراكزهم بسبب النقص، زائد انه لما يكون نجم كبير مثل اليسون يعيش او يخطئ خطا متكرر 3-4 مرات، اعرف ان هذا اللاعب او النجم او الفريق بشكل عام خارج ذهنيا، خارج المباراه وخارج اصلا فورمه الموسم. طيب ترى في يعني رسائل تصل للبرنامج ان كلوب لا ينتقد في برنامجنا، خصوصا اليوم يملك قلبين دفاع وما شفناهم لعب فيهم. قلبين دفاع واحد فريق درجه ثانيه وواحد عمره 20 سنه جايبينه من شالكه مركز الاخير، اثنيناتهم قيمتهم مو مليون ونص. ليش مشتريهم؟ مو مشتريهم، هذا مجبر اخاك لا بطل. طيب مجبر اخاك لا بطل، لو ان الدعم حقيقي كان يصير من اول شهر يناير مو 31 يناير، لو يبي يساعدونه وما يدخلونه في هذه الدوامه اللي حدثت حق يورجن كلوب، من اول ما اصيب غوميز تاريخ 27 اكتوبر
يعني يمديهم بعد شهرين يخططون إن واحد يناير أو أول أسبوع من يناير يكون في مدافع على مستوى يقدر يغطي المكان، مو أي واحد درجة ثانية، واحد درجة ثانية يلعب بمركز ال 11 هذا اللاعب بن ديفيز 11 إعارة قبل لا يجي ليفربول. كبك أنت مغرد تغريدة أن أنت يعني ليفربول، وحتى ليفربول أعلن والأخبار قالت أنه من الصيف أنه بيتعاقد معه. بتعاقده معه لاعب صغير. وأنت ليش تخسر اليوم لاعب وسط وعندك لاعبين دفاع؟ لأن هو هذا اللاعب غير جاهز. أنت ما تيجي اليوم تجيب لاعب عمره 20 سنة جاي من ألمانيا وهو تركي دور إنجليزي ما يعرف يتكلم إنجليزي كلمتين على بعض، تقطع بأقوى مباراة الموسم تحرقه. فبالنهاية الإيدة بالنار مو مثل الإيدة بالماء. طيب أنا عندي بس فكرة. إيه؟ أنت قلت إن المشاهدين يقولون مثلا في البرنامج. إيه؟ كلوب لا ينتقد. إيه؟ زي البرنامج وانتو بدأ، أنا أذكر يعني موسم 2018. إيه؟ كلوب في 2018 إلى يومنا هذا مجلد. لا مكسر الدنيا. إيه؟ ماخذ دوري الأبطال وماخذ الدوري ووصافة برقم قياسي. لا مو وبعدين في شغلة بس على المدرب، أنت أول ما تنتقد مدرب انتقد كلهم ينتقدون زين، بس لما تنتقد قل لي على شنو. يعني أنا أقدر أقول لك اليوم 4-1 بسبب كلوب، إذن ليش بسبب كلوب؟ يعني عطني الفكرة اللي صارت. طيب أنت ليش تبرر؟ ليش ما تنتقد اليوم خسران 4-1 في ملعبه؟ اليوم أبو محمد أنت أقول لك أول شيء في إصابات، بعدين في قلت لك أليسون سيء، بعدين إشادة بالسيتي، بعدين الوضع العام ليفربول الكل مشترك فيه. خلاص يعني ما يصير كلوب. إيه؟ أبو محمد ما يصير الوضع ليفربول سيء أقول لك كلوب يشيله، لا 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 هو قائد المجموعة أكيد ينتقد مع المجموعة كلها. يعني ما يصير عبد الله خمس مباريات متتاليه بالانفيلد ما تفوز وثلاث مباريات متتاليه من 88 سنه ما تحقق الرقم السلبي في الانفيلد وما تبي تنتقدون كلوب. لا هو مو عامل انتقاد كلوب، انا اتفق مع عبد الله، احنا اليوم البرنامج احنا مو جايين بس نبي ننتقد ونمشي. إيه؟ احنا نضع الاسباب ونبين الاسباب، احنا اليوم محللين. إيه؟ احنا مفروض نقول اوعى من الشارع، يعني احنا نوعي الشارع. إيه؟ في امور رياضيه، فلما نتكلم عن كلوب نتكلم عن الظروف اللي قاعد تحوش كلوب. اذا بتلوم كلوب يعني بتلوم كلوب لوم على رضوخه مثلا نوعا ما للاداره، لمطالب الاداره انه هو رضى انه يكون في لجنه تامره في عمليه الانتقالات، ما يامر الاداره، هذا ممكن انتقد فيها كلوب، لكن تنتقد كلوب انه ما اشرك مدافع ما صار له ثلاث ايام موقع عقد معه، بس تنتقد كلوب على انه فريقه يضيع فرص امام خصوم اقل منه وما يقدر ينهي المباراه وتنقل المباراه عليه. عبد الله شنو قلت عن زيدان؟ انت قلت الفريق من غير هويه، ليفربول حاليا في هويه؟ هل ليفربول ما عنده هويه؟ لا حاليا في هويه؟ في هويه، في هويه ليفربول، ليفربول بطل الدوري ومتصدر قبل بدايه الموسم، في اخر خمس مباريات والرغم السلبي وثلاث خسائر كان في هويه الفريق ولا كان يوصل المرمى ولا لا؟ حتى اليوم، حتى اليوم، حتى اليوم يوم المقطع في فرق عبد الله، في فرق ان الفريق سيء. نعم سيء، الفرق ان كلوب مثلا لازم يغير اسلوبه، ما يصير انا مثلا على ابو محمد ما يصير انا عشان انتشي الفريق اغير اسلوب هذا الفريق. انا قاعد اقول لك ثلاث سنوات انا صرت نموذج للانديه الاخرى. كلام الناس اليوم يقول لك ليفربول بس الحل الوحيد بالعرضيات، هل هذا ما ينتقد فيه؟ ما ينتقد فيه كلوب مو الحل الوحيد بالعرضيات. لا شوف شوف الان احنا منطقيين. ايه؟ اليوم ليفربول خسر اهم لاعبين في خط الوسط، فابينيو وهندرسون. طيب اللاعبين اللي كانوا وقت الكره معاك يعرفون شلون يرفعون رتم، ووقت الكره مع الخصم يعرف شلون يكسر رتم. فانت قصدت هندرسون وفابينيو في قلبين الدفاع وعوضتهم بلاعبين اقل جوده، فمع عمليه انك انت تطبق نفس الاسلوب عمليه مو منطقيه. ممكن اليوم انا الوم على كلوب، يعني لو انا كنت مكانه بالقراءه مثلا في عمليه ميلنر مثلا، ميلنر انا لو كنت مدرب ليفربول راح احطه مكان ارنولد وصعد ارنولد فوق. طيب انت لان ستيرلينج في عمليه 1-1 اكل ارنولد. طيب عبد الله بتسمح لي اناقشك، تياجو في خمس مباريات من اسوء اللاعبين في ليفربول. انت لا مو اسوء اللاعبين، هذه عندك انت اللي تقول اسوء اللاعبين، مو من اسوء اللاعبين. جمهور ليفربول قاعد انا اوجه رساله لجمهور ليفربول، جمهور ليفربول ما قاعد يؤدي نفس بدايته، جمهور ليفربول او اي موقع يحطون الموضوع مقارنه يشوفون برونو ايش يسوي، يبون تياغو يسوي نفسه، وخصوصا في تدخلات جمهور ليفربول قاعد ينتقد تياغو حتى في تدخلاته كل مباراة قاعد ياخذ انذار. تبي تعرف تياغو الكنتارا؟ تبي تعرف قيمته بالفريق؟ حط هندرسون وفابينهو وخير يرجعون قلوب الدفاع، شوف تياغو شلون راح يبدا. ليش؟ لان احنا كنا نقول في حلقات سابقه وفي مواسم سابقه ان ليفربول كان ينقص اللاعب الخلاق، اللاعب اللي يربط مع فابينهو. معناته كلامك كلام عادل وكلام عبد الله، كلوب لا ينتقد بما ان في اصابات اللي تمر عليه وعلى كل فريق تمر عليه. زيدان مباراه امس
تسع لاعبين اصابات تسع لاعب من تغزل اليوم على اليابان اليوم السيتي اهم لاعب اليوم ما لعب دي بروين وغويرو محمد انتقادنا ولا وولكر اليوم انتقادنا يعني لزيدان انتقادنا لزيدان ايه؟ امر مختلف زيدان ضحى بلاعبين ضحى بلاعبين يخدمونه عشان يحافظ على لاعبين معينين في موضوع الاصابات هل على كلوب فقط ولا على كل الفريق قاعد لا 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 على كلوب لا لا بس على كلوب بس اذا خذوا ربط خذوا ربط بالموضوع محمد احنا السنه طافت لما امس ريال مدريد اربع احتياط ما عنده دكه محترم محمد قاعد تلعب مع هويسكا مو للسيتي في اختلافات بس خذوا ربط بالموضوع السنه طافت ليفربول خسر من بيرلي وبرايتون ممتاز خلي اكمل لك الفكره محمد الحين ليفربول سيء احنا متفقين سيء وخلينا نقول قاعد ينزف نقاط وخسر اللقب فعليا بس خلينا نسوي ربط السنه طافت لما لايبزيغ طلع توتنهام شنو قلنا توتنهام مدخن بالاصابات وعلى راسه نجوم الفريق صحيح. هالسنه لما سامبدوريا فاز على الانتر قلنا لوكاكو موجود ميلان لما خسر من اليوفي قلنا 6-7 لاعبين طالعين اليوفي بدايه الموسم لما تعادل مع كروتوني قلنا الدون موجود زين لما اليوم جوتا موجود وقلوب الدفاع موجودين واللاعبين نص تغيروا واللاعبين اساسا فيهم دروب زين هذا كله انا بحمل كلوب جزء انه هو قائد مجموعه فينتقد لكن الغي كل وين انتقادك الكلوب احنا اليوم طيب. محللين مثل ما قال ابو عبد الله وصلنا الى التقاء وين انتقادك الكلوب ان الوضع العام للفريق سيء انتقادي الكلوب انه بالصيف ما اجبر الاداره انه يشتروا له بدله هو يدري انه ماتب كثير اصابات يدري انه جوميز مو اللاعب السوبر اذا غاب فان دايك فبالتالي كان مفترض انه يجيب قلب دفاع يجبر إدارة على قلب دفاع لأن إذا تبوني أنا استمر بالمنافسة واستمر إني أكون بطل الدوري أو منافس شرس على الدوري لازم يكون عندي بدلة نسمع عبد العزيز أنا أنتقد كلوب بنقطتين مثل ما قالوا الأخوان أول نقطة بسوق الانتقالات أنا عندي انتقاد كبير في إدارته لسوق الانتقالات ورضوخة لإدارة ليفربول وعندي نقطة ثانية أنه أنا باعتقادي الشخصي أن كلوب فقد غرفة الملابس وفي مشاكل في غرفة الملابس اللي يتابع ليفربول وغريب من ليفربول باعتقادي واضحه وخاصه من شخصيه محمد صلاح محمد صلاح هو يعني واضح عدم يعني المشاكل ترتبت على محمد صلاح مع يبين مع المجموعه ومع كلوب باعتقادي كانت على اكثر من نقطه من خروج صلاح في اكثر مباراه وكان يتحلطم وهو يخرج من بعدها شاره الكابتنه اللي سوت ضجه وطلع بوتريكا وتكلم عن عدم راحه محمد صلاح وبعدها طلع محمد صلاح وتغزل في ريال مدريد وفي برشلونة فأنا وشخص واللي يشوفه محمد صلاح حتى في المباريات السابقة في المباريات اللي قاعد يسجل فيها محمد صلاح مو مرتاح حاليا في ليفربول أنا باعتقادي فالمشكلة الكبيرة اللي حاليا يعني يواجهها كلوب باعتقادي هي غرفة الملابس وهذا سبب رئيسي في تدهور مستوى ليفربول في المباريات الأخيرة طيب أنا أوجه السؤال لكل من يشاهدنا هل كلوب لا ينتقد أم ينتقد في مثل ما تفضلوا المحللين في مسألة سوق الانتقالات والظروف اللي يعيشها ليفربول من ناحية وبشكل عام أكيد هو على رأس الفريق عادل الفورمة اللي يمر فيها ليفربول السلبية السيئة من 88 عام تقريبا ثلاث خسارات على التوالي وخسارة اليوم تعليقك أنا أذكر كابتن علي يمكن بعد فوز ليفربول 7-0 على كريستال بالاس طلعنا من الاستوديو كان أقول لك وإحنا متصدرين وليفربول متصدر شنو قلت لك قلت له ليفربول راح يطيح لأنه مو منطقي مع كل هالظروف اللي قاعد تمر راح يستمر بهذه الفورمة ويؤدي هذا الوضع الطبيعي اللي قاعد يصير الحين المو وضع الطبيعي لما كان ناقص وفاز على توتنهام وفاز على كريستال بالاس 7 وفاز على ليستر 4 وفاز هذا شيء مو سستينبل مو شيء قابل للاستمرارية أنت لما يصير فيك كسر في أساس الفريق في انسجام الفريق راح تفوز ممكن هني تفوز مباراة هني انت يوم لاعب من اللاعبين من نقول صلاح يومه ماني يومه يفوزك مباراة لان لاعبين وورد كلاس لكن كمجموعة علشان تفوز مباريات متتالية تحتاج استقرار فريق اليوم ليفربول اللي ميزه اخر ثلاث سنوات الاستقرار بالتشكيلة مو العناصر لان احنا دائما كنا نتكلم هني ان ليفربول عنده عناصر ما تستحق تلعب في نادي كبير اصلا يعني انديه التوب انديه القمه احنا كنا نتكلم عن فينالدو نتكلم عن هندرسون نتكلم عن ميلنر نتكلم مثلا ترند اول ما طلع لاعب صغير زين هجوميا ومو زين دفاعيا كنا نتكلمنا ان احنا ما عندهم ولكن شنو اللي يميز ليفربول هو الانسجام الاستقرار بالتشكيله اليوم هذا الموضوع انكسر مو مخرج لاعب اليوم ليفربول عنده 23 اصابه متنوعه خلال 3 شهور ونص 23 اصابه فاليوم قلوب الدفاع ليفربول شكل 12 ثنائيه هذه ما صارت في تاريخ يمكن كره القدم يمكن 12 ثنائيه دفاع قلبيه دفاع فمن الطبيعي انه يطيح المستوى طيب عندنا ناصر على الخط حياك الله يا ناصر
الله يحييك، صبحكم الله بخير جميعا. حياك الله يا بدر، صبحك الله بالنور يا اخوي. انا بدخل سريع، الله يسلمك. اخوي، ما حصل لزيدان ربع ما حصل لكلوب. زيدان لغايه الان 32 اصابه. لا يقول اخوي عادل ان الاكثر ليفربول، هذه واحده. اثنين، ريال مدريد لعب تقريبا من الموسم اللي فات لهذا الموسم ما ثبت على تشكيله واحده، ولعب مع الانتر مبارتين ورا بعض، ولعب مع شبيليا وخذ الدش الابطال وكان منهار، ورد زيدان الفريق من الى. لكن عندهم كلوب لا ينتقد، مو هذا الموضوع الحين، انا موضوع على الحلقه السابقه. اقول الانسان لابد يكون له يعني يعرف نفسه انه لابد انه رايه يؤخذ، يعني ما يشوف رايه بالمره يعني، او يشوف نفسه منتهي رايه او انه ما له راي. لا، كل واحد له رايه. ما يخاف، خلنا نتكلم اخوي بالدقيقه. تفضل. فيركسون، كلوب، مورينيو، فينجر، الخامس ما ادري منو قاله، يقول ميسي افضل لاعب بالتاريخ. طيب، انا منو علشان اقول ميسي؟ لا لا لا، اذا انت ما تشوف نفسك بهذا الشيء لك راي. لا لا، العالم لها راي. صحيح، كره القدم نتكلم، قول كره القدم صعدت اقتصاديه بسبب الشعوب. صحيح، على اي، فانا اقول لا لا، العالم لها راي. لا لا، مو عنك انت. لا لا، عني انا قلتها عن السيل. عن السيل تقصد السيل عدل؟ انا اتكلم. طيب، عشان الوقت ناصر بدر دقيقه بس. اي، انت تقصد السيل، باكر السيل يكون معانا، وانت وضحت وعطيتك وقت زياده. لا لا، قصد على السيل. شكرا لك يا ابو بدر. معانا علي. علي، طيب، على ما يرجع علي وناخذ الاتصالات نرجع. بس نقطه على بس هو قال وجهه نظر انه مثلا زيدان عانى من اصابات اكثر، وبالنهايه زيدان ترتيبه بالدوري مبتعد عن اتلتيكو مدريد، يعني مو موضوع مثالي. احنا تكلمنا عن زيدان هنا يمكن 15 حلقه، يعني احنا حطينا العذر لزيدان انه عنده اصابات. احنا بالعكس ما قلنا نشيل زيدان، واحنا قلنا اذا بتعطونا لاعبين بدال تعطونا حق مدرب جديد اعطوه حق زيدان. بالعكس، هذه اشاده. ممكن تفسير البعض يقول لك انتم زيدان قسيتوا عليه، ونفس الظروف اللي مر فيها كلوب. البعض يشوف حتى الظروف في ريال مدريد اكبر من ليفربول، وما صار الانتقاد لكلوب نفسه. الانتقاد اللي نفسي انا، إيه؟ انا مصدرتي وحده، انا متى انتقد زيدان هني بالهذا، قلت الظروف صعبه لزيدان، وفي مرحله انتقاليه لازم يغير اكثر من عنصر، فهو متاثر. ومصدرتي وحده نفسها، ليفربول ولا ريال مدريد ولا اي فريق ثاني. وضحتها عبد الله. رشيد، حياك الله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل. صبحكم الله بالخير جميعا. صبحك الله بالنور اخوي ابو محمد. انا بقول لك نقطتين بس. قول. انا من الناس اللي ما شجع ليفربول، واللي استمتع كثيرا لما يخسر ليفربول. لكن لو ان الليفر اليوم لاعب المدافعين الجدد اللي ما تدربوا مع الفريق الا اربع مدافعين وخسر الفريق، كان الكل انتقد كلوب وقال ليش لعبت شركت هذول اللاعبين اللي اساسا مو جاهزين. صح، ما اقول بدفاع، لكن هذول ممكن تركب مباراة يعني أندية ضعيفة، مثلا بيرل على برايتون، على وستام، على الأندية المتوسطة، يعني مو مباراة كبيرة. فكلوب لعب على نقطة إن أنا عندي اثنين يعني أقدر أجهزهم، جاهزين قلب دفاع، ما مو بوقت إني أغامر، خاصة إني قاعد ألعب ضد يعني أقوى فريق بالدوري هو سيتي، هو المرشح الأول بالدوري الإنجليزي. نعم. هذا بالنسبة لنقطة ليفربول. قلت لك هل استمتع لما يخسر الليفر؟ تستمتع؟ هي استمتع. طيب، بس عشان الوقت والله. دقيقة رشيد، معلش، شكرا لك، نلتزم بالدقيقة عشان ناخذ كل الاتصالات. علي، أبو حسين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. أنا قبل أسبوعين دقون جماهير أرسنال سيتي وقللون برون، قارنونا بإبرون. منو؟ برونو. ايه برونو. انا ما تسترى واقول بشكل عام دي بروين هو افضل من برونو، ولكن هالموسم برونو مفوق عليه. يعني اللي يقول غير هالكلام يعني اسمح لي ما يفهم كره. طيب، لا، ليش ما يفهم ابو حسين؟ يعني رايك وراي البعض، يعني خصوصا المقارنه يعني موجوده منطقيه ما بين دي بروين وبرونو. منطقيه، بس هم ياخذونها على ما يقول على الفرق الكبار. دي بروين عنده هدف واسس الكبار، بس مشكلة من يقول ضد الكبار، منو الكبار الحين؟ إذا تشيلسي السابع وأرسنال العاشر، منو الكبار؟ طيب، عندك سؤال؟ آخر بقول كلمة حق أشكنان. قول. ميلان مو مطول بالصدارة واليوبيا. شكرا لك.
معنا حسن ابو علي تفضل. السلام عليكم يعطيك العافيه ابو محمد. انا نفس ما قلت قبل حلقتين ثلاث هذا مبروك هذا واقع ليفربول. مبروك برشلونه الحين واحنا وانت تكلمنا سجل الثالث. اي ادري اكيد. انزين خل اقول لك ابو محمد اول شيء كلوب ما قاعد يقدم شيء جديد وكلوب قاعد يبين حق الجمهور جمهور ليفربول انه فقاعه والافضل اذا ليفربول يبون مدرب افضل يعني يتعاقدون مع ستيفن جيرارد وما ابي واحد يقعد يتعذر لي باللاعبين والله كلوب عنده اصابات ما اصابات. احنا قلنا لكم انا قبل حلقتين قلت لكم كلوب ما عنده شخصيه مع الاداره لان كلوب هو قاعد يتصرح يقول انا والله ابي لاعبين بس اذا ما جابوا لي انا ما راح بس ابو علي ما تشوف كلمه صعبه يعني ان تقول فقاعه كلوب. انا قاعد اقول لك احنا هو اللي قاعد يبين لنا كلوب هو اللي قاعد انت قاعد تقول ارقام سلبيه. الحين خليني اقول لك شغله يا ابو محمد انا يعني صراحه ما لهم كابتن عادل يعني متعاطف مع كلوب اكثر ما يتعاطف مع نادي ليفربول يمكن لان كلوب خلاه يشوف ان ليفربول يشيل الدوري يمكن على اساس كذي متعاطف وياه. يعني انت قاعد تقول له ارقام بس سلبيه بس كلامك خطير كلامك خطير ان عادل يشجع كلوب ما شجع ليفربول. لا لا كابتن عادل قاعد يتعاطف مع ليفر مع كلوب اكثر ما قاعد يتعاطف مع فريق. طيب وانت قاعد تقول ارقام سلبيه يا ابو محمد وهو ما يعني مراضي خلص يرد عليك. طيب طيب شكرا لك شكرا راح يرد عليك عادل. طيب على ما تجهز باقي الاتصالات عاد رد عليه في هالنقطه لان اتهمك اتهام تقول انت يعني مع كلوب اكثر من الاداره وما تنتقده ورغم اني انا ذكرت لك الارقام السلبيه اللي يعيش فيها ليفربول لدرجه هو يشوف يعني ابو علي انه يمكن انت تفسيرك ومحبتك انه رفع الدوري من جديد كلوب. ما ادري يعني انا اشوف انه يعني ما في شيء اقدر ارد عليه يعني. طيب كيف عمر ما ليش ارد. عمر حياك الله يا عمر. الله يعيك السلام عليكم وطبع عليك على ضيوف الكرام. حياك الله يا اخوي عمر. الله يعيك بس انا عندي نقطة بس ودي اتكلم عنها اللي هي الكلام اللي قاله ضيوفك بانهم اختزلوا سبب سوء ليفربول الموسم بغياب فان دايك وتوتنهام. يا جماعة احنا كلنا نذكر ليفربول من بداية الدوري كان سيء وخسر 7 من استون فيلا وفان دايك وجوتا كانوا اساسيين موجودين وتعادل مع ايفرتون. من بداية الدوري كان في مؤشرات ان ليفربول هالموسم يعني رهياني فانا اشوف انه مو منطقي نختزل سوء ليفربول وخسارته من برايتون وبيرني واخر المباريات بسبب فان دايك وجوتا لان بنفس الوقت السيتي بهالمباراة غايب عنه دي بروين واجويرو اللي هو افضل اللي هم افضل لاعبين بالسيتي وفوقهم هم والكر كان غايب فانا يعني ما ادري يعني السبب العاطف شنو السبب اللي يخلي عمر عمر منو تقصد يعني منو تقصد عاطفي في وجهه نظر منو تقصد؟ سأل سؤال بس الاغلب والله يعني الكل ما حد لا سؤال شنو السؤال؟ سؤال قول مباراه اللي طافت برايتون ليفربول من اللاعبين الاساسيين كم لاعب ما لعب؟ لا مباراه برايتون اوكي مو مشكله كان فيليبس طيب موجود طيب طيب يا عمر خلاص لا بس اتصالت عادل وما اقدر اطول. شكرا شكرا لك عمر. معنا فهد تفضل فهد. حياك الله يا فهد. مسي عليكم مسي على المحللين وعلى المشاهد الكريم. حياك الله طال عمرك ابو محمد. يعني انا الامانه انا من اسمع حسن الصراف يطلع مع احترامي له يعني ويطلع ويسولف على ميسي ومش عارف ايش وميسي متخاذل وما يسوي شيء. انا بس ابسل السؤال ميسي توه مباراه تمام بيتي صحيح انتهى 3-2 برشلونه كان خسران 1-0 نزل وغير دخل دقيقه 57 نعم دقيقه 59 صنع حط جول بعدها تعادل فاز برشلونة 3-2 لنفرض ان ميسي ما لعب المباراة شو راح يصير حال برشلونة؟ خسران دش الرجال المباراة غير لك مجرى المباراة. انا يعني انا ماني عارف شنو سبب خلافه مع ميسي هل انه عاطفته او انه يعني حيل وجهة نظر فهد فهد وجهة نظر نقول عنها وجهة نظر بس ما تقل من شأن ميسي. طيب يعني انا اتابع بتويتر حتى وان اختلفنا وياه لها اسبابه اسبابه مو منطقيه ابو محمد مع احترامي لو انت حلو تسال المحللين اللي معاك كلهم. طيب ولا واحد يتفق معاه 1% بالتفكير. خليناك تقول رايك يا فهد شكرا لك يعطيك العافيه. خلونا نشوف معكم مشاهدينا اجواء مع بعد نهايه صافره اليوم وانتصار السيتي 4-1 في ملعب الانفيلد شلون كانت. خيار فودن اليوم ولعبه مهاجم لاي درجه كان مؤثر رغم ان اليوم يعني صار وجال وكان مميز ويستحق رجل مباراه. على رجل مباراه راح اختلف معك لكن شوف خلنا اول شيء نتفق ان فودن موهبه عظيمه
ويحسب لجوارديولا كيفية تدرج اللاعب مع الفريق. هذا رقم واحد. خيار فودن اليوم كمهاجم بالنسبة لي أفضل خيار بالنسبة لجوارديولا، خصوصا مع الأفكار اللي لعب فيها ضد ليفربول. رقم واحد، نعم، فودن واحد من أفضل اللاعبين اللي يتحركون في 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 الثلث الأخير، يعني لاعب ذكي عارف شلون يتحرك. فسقوطه هو كمهاجم 9.5 أو فالس 9 سقوطه بشكل عمودي خلف محاور ليفربول ساعد سيتي بشكل كبير انهم هم يلعبون 4-3 في اكثر الاحيان في عمق الملعب. هذا رقم واحد. رقم اثنين، التيرن عند فودن سريع، فمجرد ما انه يستلم الكره خلف محاور ليفربول راح يقدر انه هو يطلع برناردو سيلفا او غندوغان او ستيرلينج او محرز في عمليه انصاف المساحات اذا استغلوها بشكل ممتاز، لان تمريراته ممتازه في عمق الملعب. رقم ثلاثة والأهم، أن اليوم فودن لو تلاحظ أغلب يعني مجرد ما يستلم الكرة على طول وجهته تروح لمن؟ لستيرلينج، لأنه يدري أن صلاح مو من اللاعبين اللي يرجعوا يدافعوا بشكل سريع، زائد كان يخلق عملية واحد ضد واحد بشكل كبير لستيرلينج مع أرنولد، شفناها في أكثر من مرة وصار فيها ضربة جزاء، ولو ترجع ضربة جزاء فودن هو المرار لستيرلينج، ولو ترجع لأكثر من لقطة فودن هو اللاعب الأول في تمرير الكرات لي، وكان ستيرلينج عنده يعني امر من غوارديولا دخول داخل المنطقه بكل تاكيد. إيه؟ هو اليوم غوارديولا لعب على هالنقطه. إيه؟ ان تحولاته تكون سريعه على اطراف الملعب، محرز على اليمين وستيرلينج على اليسار. محرز ما كان متوفق في عمليه واحد واحد لانه برسل كان جدا مميز، لكن ارنولد مثل ما ذكرنا سابقا هو افضل ظهير في العالم على المستوى الهجومي. إيه؟ لكن على المستوى الدفاعي سيء، ولذلك انا انتقد كلوب على هالنقطه هذه. إيه؟ ان انت قاعد تشوف ارنولد سيء في واحد ضد واحد مع ستيرلينج في اكثر من لقطه، يعني احنا نقول بالكويتي اكله. لكن مينر انا كنت اتمنى اشوف مينر مكان لكن خيار فودن جدا عظيم، وحتى تحويل فودن مكان محرز تسجيل الهدف الثاني او استغلال عمليه الضغط في خطا اريسون كان جدا مثالي. معنا محمد من السعوديه، حياك الله محمد. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اخوي بس اشوف بعض الناس يتكلمون ان فلان اتوقع انها كان يمكن انها تكسر الموسم اللي فات، لكن اوليفر تدخل وسوى اللي سواه. وصلاح صراحه التمثيل اللي عنده يعني لازم يفتح مدرسه ويعلم اللاعبين كيف يمثلون منطقه الجزاء. وبالنسبه لضربات جزاء سيتي اتمنى صراحه يدرسهم هو اللي يتولى هذه الضربه. وعندي سؤال بس، من هو المرشح الاول دوري ابطال اوروبا؟ وهل فودن هو الافضل من ناحيه الموهبه؟ وشكرا. شكرا لك، يعطيك العافية. غوارديولا، يعني وين نبدأ اليوم مع غوارديولا؟ اكتساح الملعب والنتيجة وصلابة الدفاعية الفترة الأخيرة، ورغم عدم وجود مهاجم ودخول غوندوغان ولا فودن اليوم وتسجيل أهداف شيء مميز. شاري يمكن أنا ما يعني ما أنسى في يوم من الأيام كانوا ينتقدون إن إحنا بشكل عام كنا نمدح غوارديولا بالرغم من ان مركزه كان متاخر. صحيح. لان دائما احنا نقول النتائج في بعض الاحيان ما تخدم المدرب، المدرب يقدم اللي يبي، يعني يقدم كل ما عنده، ولكن في النهايه لازم نؤمن ان فيه 11 لاعب داخل الملعب وهم صاحب القرار اللي اعلى من المدرب، وهم اللي في يومهم او مو في يومهم او في توفيق او ما في توفيق. فلذلك غوارديولا كان مبين انه يصير في طريق صحيح، كانت النتائج ما تخدمه، لكن في الفتره الاخيره 14 فوز يعني رقم قياسي لغوارديولا على مستوى التدريب حتى في برشلونة وفي بايرن ما حققه. وباعتقادي الشخصي حاليا غوارديولا يعيش واحدة من أفضل فترات، ممكن يعني البعض ممكن يقول فترة غوارديولا السداسية مع برشلونة هو أفضل فريق، ولكن باعتقادي كأفضل فريق متكامل يعني يمر على غوارديولا ممكن السيتي في هذه الأيام هو واحد من أفضل الفرق. وأنا باعتقادي الشخصي أن السيتي في هذا الموسم راح يكون مرشح فوق العادة مع البايرن على مستوى دوري أبطال. 14 فوز متتالي في مختلف البطولات وفارق بالصدارة 5 أهداف مع مباراة مؤجلة. عبد الله، يعني تبي تتكلم عن لاعبين أساسيين محترمين كواليتي عالي، دكة أيضا محترمة حتى بغياب كيفن دي بروين لقى الحل. غياب أجويرو يمكن من السنة طافت اللي باعتقادي ما كان مؤثر بشكل كبير، من السنة طافت ما كان جزء من المنظومة، وأعتقد نهاية الموسم رحيله موجود. محمد الحين دائما نتكلم غوارديولا واحد من نخبه المدربين، واحد خلينا نقول حتى الاخطاء اللي شافها على فريقه في الموسم الماضي، لان فريقه ما كان ماشي برتم عالي. اليوم قاعد نطالع السيتي، دائما خلينا نقول ما تعودنا الصبغه الموجود بالسيتي حاليا بالارقام الدفاعيه بالتنظيم حتى باسلوب خلينا نقول اسلوب ضغطه هالموسم هذا شوي مختلف.
مختلف لانه عالج عيوبه. فجوارديولا احنا اذا كنا نقول يصر على بعض الافكار اللي كانت خسره النقاط، انا باعتقادي هذا الموسم ايضا بجوده الافراد الممتازه حسن كثير من عيوب السيتي، صار مرشح، مو مرشح اول، هو تقريبا 90% على باعتقادي. بس, 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 بس هو ما حسن، دياز حسن، هذا طبعا لازم تذكرها مع انه خطا اليوم. خل الخطا، دياز قائد، في فرق ما بين مدافع جيد ومدافع قائد. دياز من المدافعين الغاده بالفريق، نفس فان دايك، نفس راموس، نفس النوعيه هذه من اللاعبين، ينظم لك خط الدفاع، تشوفه تشوف شوف المدافع اليمين شلون يرتقي معاه. هذا يبين لك قيمه دياز. لما تشوف ستونز من لاعب منهار دفاعيا ومن لاعب عادي دفاعيا الى لاعب توب ويرجع مستواه، يبين لك ان دياز لاعب قائد بالفريق. اليوم اخطا خطا ومع ذلك شوف توجيهاته جدا ممتازه، يكلم زينشينكو وين يدخل، يكلم كانسيلو شلون يدخل. دائما لو تلاحظ من المباراه انا عيني على دياز، اشوفه شلون قاعد يتكلم مع اللاعبين حتى في عمليه خط. يا رجل ابسط مثال في الحيطه لما شال زينشينكو وحطه مكان ثاني، هذا يبين لك انه هو لاعب قاعد 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 يعني يتكلم مع الفريق. وهذا الصفات قائد. فان دايك شنو الفرق مع ليفربول؟ انه كان قائد الخط كله. جوميز ارتقى معاه، يعني اي مدافع ما تبي ارتقى معاه لانه هو مدافع قائد. طيب نفس راموس لما يكون موجود اي مدافع جنبه راح يرتقي معاه بالمستوى. ترى هذه محمد، ترى هذه من النقاط السلبيه اللي على جوارديولا بالسنوات الاخيره، ان الاموال اللي صرفت بالسيتي كلها على صفقات ما شفنا انتاجيه كبيره منها بالملعب، لان غالبيه اللاعبين المؤثرين في السيتي قبل جوارديولا. لما تشوف مثل الاموال دفعت على ستونز بالدكه، مثلا اكي لابورتي، نشوف مثلا فتره على برناردو سيلفا صار باحتياط حاليا مع صفقه دياز وايضا بعض اللاعبين اللي كانوا بالدكه اليوم مسكوا اساسي، اخيرا الصفقات اعطت انتاجيه. بعد المباراه صرح جوارديولا قال انا الموسم السابق لما يضيع محرز يعني تغشمر وضحك مع الصحفيين، قال ممكن ادرسن يشوت ركله الجزاء. اليوم قال لا، ممكن افكر بجديه ان ادرسن هو من يعني يشوت البلنتي. ليش؟ انا اتوقع محمد متخصص ركله الجزاء دي بروين، هو دي بروين او غندوغان. ضيع مره راح يكمل، راح يسجل مره ومرتين وثلاث، بس عوضها غندوغان. فاز على ليفربول على الكسره النحس، عوض عاد العشر نقاط فارق ما بين السيتي وليفربول مع مباراه مؤجله للسيتي. انتهى حلم اللقب هذا الموسم ولا شوف لحد الان؟ يعني انا اقول لك يعني رقميا في السيتي رقميا في هو اللي منطقيا ورقميا هو الاقرب بشكل كبير واستقرار فني، بس هذا موسم غريب صح. ما تدري متى تحوشك ممكن فتره دروب ولا اصابات ولا مع الضغط، ما تدري شنو يصير. لكن منطقيا ليفربول ابتعد والهدف الحين يكون على التوب فور علشان ما يطلع من الموضوع. شوف في صعوبه في التوب فور ممكن تنافس رايك على حسب اذا ردوا اللاعبين الحين وثبت واحد من المدافعين اليدد كباك ولا شيء دش على التشكيله، ما اتوقع انه في صعوبه على ليفربول، لان ليفربول غزا على الدوري مستقر. على الدوري في تنافس كبير، يعني على التوب فور هو قاعد يقول على ليفربول، قاعد يقول على الدوري ككل بس على ليفربول. لكن انت سيتي الشهر هذا اذا طاف المباريات القادمه اعتقد عنده زحمه مباريات دوري الابطال، وعنده اكثر من فريق توتنهام، عنده توتنهام عنده وايد فايت فرق، مو بس توتنهام، عنده اعتقد اكثر من فريق. يعني عنده كانكم تتمنون تعثر السيتي؟ لا مو تعثر السيتي، لا احنا نبي الدوري ما يكون نفس الدوري الاسباني او غيره من الدوريات، انه خلاص ينتهي حتى بريمير ليج السنه طافت. الدوري الايطالي عاد موجود في تنافس، اليوفي عاد والدوري الايطالي في تنافس. اي قال شو معيشنا باكشن. بس نقول كلمه يعني حتى حق الجمهور، مثال جوارديولا ممتاز جدا. اليوم ما يصير المدرب اذا مر بفتره صعبه يصير من افضل مدرب بالعالم الى أسوأ مدرب بالعالم، وصار فقاعه وصار منتهي وانتهت افكاره. صوت ما في ما يصير وما يصير العكس، وما يصير وقت الاشاده ووقت الانتقاد ما تنتقد، وما يصير وقت لما هو فايز تعطي اكبر من حجمه. طيب لازم تكون متوازن، كلامك مهني صحيح واتفق معك، بس بوقت الاشاده تعطيها اشاده، ووقت العاطفه ممكن ان تتغض يعني وجود ما تنتقد المدرب. ايش رايكم؟ على حسب الظروف، ما تنتقد المدرب لازم تشوف الظروف. يعني انا 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 الظروف اعطيك مثال مع اسماء اخرين المدربين ما تقولون ظروف. اليوم الكل تكلم عن تبديلات كلوب، اول ما بدل شاكيري
ودخل منر وبدلهم كان يغلط هندر كان يغلط الحارس أليسون ودش جول شنو صار دقيقتين دش جول إيه شنو تفسر حالة أليسون خلي من أليسون الحين التبديلات شنو علاقة بالجولين تخلو ما له علاقة إنما يعني ما له علاقة صار شيء مفاجئ فلما ييجي واحد لما ييجي واحد ينتقد أنا معاك صح أنا ما كان عاجبني خروج مثلا جونز كيرتس جونز بالنسبة لي كان أحسن لاعب في ليفربول ما كان عاجبني بس قبل لا أنتقد أنا ما أعطيت الفرصة حق المدرب يجيو الفكرة بيسويها دشت جولين أقوال طيب ما لها عادة شو تفسر الحالة اللي شفناها من أليسون يعني كذا خطأ لا يغتفر اليوم تصير يعني يعني هاي يمكن أسوأ مباراة في مسيرة أليسون اليوم هذا يصير يعني في كرة يعني إحنا شفنا نوير في أعلى من نوير مع ليفربول طلع برا 18 لف عليه ماني وحطها وتوقيته كان خاطئ وشفنا نوير هذا أنا أتكلم ليش نوير لأنه هو أحسن حارس بالعالم يعني فشفنا كثير من الحراس يغلطون شفنا بوفون الكرة يمسكها يخيم يعني مو بيوم هذا يمكن تصير إنه مو بيومه مشاهدينا فاصل ونواصل حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام قمة استمتعنا أمس فيها في معطياتها في السيناريو العجيب تقدم اليونايتد ثم عودة إيفرتون ثم تقدم اليونايتد وهدف في آخر ثواني المباراة البداية خلونا نشوف برونو فرنانديز وأحباطه بعد المباراة شنو قال المباراة مثيرة وجميلة عشناها بالأمس استحق اليونايتد أكثر من نقطة؟ نعم أنا كنت أشوف أن يونايتد كان يستحق الفوز في هذه المباراة تحقيق 3 نقاط ولكن هذه كرة القدم إذا ما تنهي المباراة إذا ما تكون مركز بالتسعين دقيقة ممكن تفلت منك المباراة خصوصا دائما إحنا نلاحظ يعني في مقولة تنقال أن 2-0 أخطر نتيجة الخطأ الفردي يرد ونتكلم حارس مرمى لما يخطئ خطأ فردي ويرد الفريق اللي كان ميت كلينيكيا بالشوط الأول دخيا خلى إيفرتون يعودون في المباراة وبعدها شفنا كواليتي مال جيمس رودريغيز بالهدف الثاني هني اليوم لما نقول مثلا لاعب الكواليتي اللي عنده قيمة فنية عالية مو بالضرورة يلعب 90 دقيقة على مستوى عالي ممكن بكرة واحدة ينهي المباراة أو 5 دقائق يشتغل فيها ينهي المباراة ولكن يعني هذه كرة القدم وهذا جمال كرة القدم دائما المدربين يحذرون من أول 5 دقائق في الشوط الثاني بكل تأكيد خصوصا لما تكون تفاضل 2-0 في الشوط الأول وأمام فريق مو فريق سهل يعني ما تكلم على فريق صغير كان على إيفرتون مع أنشيلوتي ويمتلك لاعبين كبار فأنت أوريدي تدري إنه في ردة فعل في الشوط الثاني وتخطئ خطأ في بداية الشوط الثاني تعطيهم هدف يردهم من المباراة زاد يعني شوف أنا يعني مباراة يونايتد الأمس كان في اتكالية كبيرة من اللاعبين على بعضهم البعض يعني الهدف الأول خطأ من دخية الهدف الثاني خطأ من بيساكا في عملية الضغط رفعها اللاعب رد مررها وشوف فرد شوف عمل فرد رايح لي رايح مع الظهير ويأشر على 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 خامس يعني قاعد يتكل على غيره في عمليه انت تضغط على خامس خلاص او خليك مكانك وراح توقف الكره الهدف الثالث وهذه مصيبه يعني هذا اللي قاعد اتكلم عنه لما يكون عندك مدافع قيمه 80 مليون لازم يكون قائد لازم يكون عنده مصابات قياده ماجواير واخطاء متكرره لاعب ممتاز مدافع ممتاز لكنه مو قائد في خط الدفاع صحيح من كلام علي الكثير من عشاق اليونايتد يحملون دخية وماجواير التعثر والخسارة في فقدان نقطتين بالمباراة محمد انت فايز 2-0 فايز 2-0 الفريق خلاص برا اجواء المباراة ايفرتون بخطأ حارس في بداية الشوط الثاني خلاص اعطيت ايحاء للفريق الثاني ترى تقدر ترجع عليه خلاص 2-1 حتى تنتظر الدقيقة 90 تسجل هدف فبالتالي منو صاحب المشكلة الاكبر في هذه المباراة طلع سولشاير برا المباراة محمد طلع ما له علاقة نهائيا هو سوى اللي عليه وفريقه سجل 3 أهداف لكن خطأ فردي أعطى الفريق الثاني فرصة أنه يرجع خطأ حارس كبير بهذا التوقيت بكرة جدا سهلة احنا دائما نقول هذا الخطأ الناعم
ارجع ايفرتون المباراه، واعتقد ابو محمد امس ربطوها بشغله يمكن حلوه، ان اخيرا القدر اعطى انشيلوتي مكافاه وعرف شعور العوده من 3-0 الى 3-3 وبست دقائق يقدر ترد. يعني اللي صار فيك باسطنبول شوي اخذته في الاولد ترافورد. برونو بما ان صورته حاضره في الاستديو، اكثر لاعب وسط مسجل في اوروبا ومسجل هالموسم 13 هدف. خلينا نختصر، ابو محمد برونو حاليا هو افضل لاعب خط وسط في العالم، تبيها بالارقام، تبيها بالاداء، تبيها بقيادته لفريق كامل. لاعب خط وسط في مركزه، في مركزه إيه؟ طبعا إيه كلاعب رقم 10 هو إيه؟ افضل لاعب حاليا كمستوى مو كامكانيات إيه؟ لان انا اختلف مع اللي يقول لك انه افضل من دي بروين كامكانيات. لا نتكلم هالموسم كمستوى إيه؟ كمستوى إيه؟ ومقدم إيه؟ مستوى عالي، وبالنسبه لي هو السبب الرئيسي في تطور يونايتد او صعود يونايتد مناطق اعلى. تعليقك على مباراه اليونايتد وايفرتون؟ انا شفت ايفرتون في أسوأ النسخ، يمكن امس انشيلوتي قدم يعني ايفرتون كان وايد سيء لدرجه حتى بعد ال 2-2 كنت معتقد انه بتكون سهله اليونايتد، لكن مثل ما قالوا الشباب انه في اخطاء بسيطه او يعني اخطاء فرديه تكلفك مباراه. في دراسه جدا حلوه اعتقد سووها سكاي سبورت قبل يمكن قبل سنتين او ثلاث سنين عن اللاعبين من الدقيقه 85 الى الدقيقه 93 او 94 في الوقت الضايع، اذا كانت فرق هدف لازم كل لاعبين حتى حطوا اعتقد كاميرات او شيء كذي، رؤيه اللاعب شلون تختلف تصير بدال تصير بنظره تكتيكيه للفريق، يبدا اللاعب يرتكب اخطاء انه يترك الاوفسايد يلحق اللاعب كله، يصير في يعني يصير في لخبطه دائما. وكل فرق العالم بالفعل في الدقيقه لازم 93 94 اذا فرق جول لازم في هجمه او في كره خطره او جول. واكبر خطا يمكن صار بهالتوقيت، وهذا دائما على هالنقطه هذه، يمكن اسيان ضد برشلونه 2009 بالضبط. طريقه تشتيت هذا مو اسيان، بس شوف الدقيقه، شوف التوتر، شوف فرق الهدف إيه؟ غداره انيستا. نعم، من البريمير ليج الى كالتشو وقمه الجوله انتصار اليوفي على روما. البدايه حديث بيرلو. كان يفوز جديد اليوفي وفترة جدا إيجابية وجيدة يعيشها الفريق. طبعا محمد، وبيرلو على مستوى الشخصي يعيش فترة إيجابية، تحقيق السوبر الإيطالي، أيضا الفريق ب 2021 مختلف عن 2020 من شهر 9 و10 و11. ناخذ اليوفي على أكثر من قسم محمد. في الشق الدفاعي نفس ما تكلمنا عن سيتي، نتكلم عن اليوفي في آخر 5-6 مباريات هو مستقبل لهدف واحد، رقم جدا ممتاز. واليوفي اساسا في جيناته دائما صلابته وقوته واستمراره بفوزه بالدوري، لان اساسا عنده خط دفاع متجانس، وهذا الشيء دائما اللي يمكن يعطيه الافضليه على الانديه المختلفه. نتكلم عن الشق الهجوم محمد، بيرلو تكلم في المؤتمر الصحفي ان احنا نادينا روما يلعب ضغط عالي وشفناه، فاحنا لعبنا على المرتدات. بهالطريقه هذه انت تحتاج لاعبين يطبقوا لك التحولات الهجوميه بشكل ممتاز، وعندك لاعبين بمهاره خاصه يخلصوا لك المباراه، وهذا اللي صار بهدف كريستيانو رونالدو خلينا نقول بالشوط الاول، بالثبات سكنها باليمين قدم الشمال، قتل يمكن حماس روما في البدايه واعطى يوفي الافضليه. يوفي هذا الموسم عنده يمكن مباراه مؤجله ضد نابولي، اذا فاز فيها يصير بينه وبين الصداره 4 نقاط، والشيء هذا جدا بسيط على فريق متمرس مثل يوفي يعيش فتره ممتازه. خلينا نقول برافو روما، حاولت تجاري اليوفي في بعض الفترات، ولكن الامكانيات الفرديه للفريق تجانس الفريق وعودة قائد مثل كليني فرقت في المباراة. 6 انتصارات متتالية لليوفي في مختلف البطولات، كلمنا عن هدف كريستيانو والانهاء. مثل ما قال عبد الله، لاعب لما يكون عنده امكانيات عالية، لاعب لما يعني هذا الفرق بين كريستيانو وكل مهاجمين العالم، هذا الفرق بين كريستيانو واي لاعب لو تحطه مكان كريستيانو، كرة صعبة، كرة ميتة، من ثبات، مستحيل لاعب يعني يقدر يفكر حتى يتخذ هذا القرار، فقط كريستيانو اللي يقدر ياخذ هذا القرار، وبكل سهوله يقدر يسجل، ولو تنعاد معاه في كل مباراه راح يرد يسجل منها. عشان كذي كريستيانو من اللاعبين اللي لازم ما تعطيه مو ربع متر، لازم ما تخليه يفكر انه يستلم كره في داخل ال 18. بعد مرور نصف الموسم شنو ايجابيات بيرلو بالنسبه لك؟ كثيره ابو محمد. شوف، يمكن اول حلقات اللي تكلمنا قبل بدايه الموسم عن بيرلو قلت لك انا شفت مباراه واحده في تحضيريه باري، واللي يحسب لبيرلو انه دخل الموسم بدون فتره اعداد، وتكلمنا في الحلقات اللي بعدها ان بيرلو ما راح نقيمه الا لما يكتمل فريقه او تكتمل صفوفه، كليني، ديليخت، ساندرو، ارثر وبقيه اللاعبين،
وهذا قاعد يبين حاليا الفريق بدا يستغر ومبين نبيلو صاحب افكار جدا عميقه مدرب عنده فكر يعني لو تلاحظ مباراه الامس وتلاحظ قراءه المباراه راح تبين لك انه هو مدرب مو مدرب صغير وحطوه او مجرد مجامله لا يعني لاحظ مباراه اليوفي كيفيه دخول دانييلو وبناء اللاعب بناء بثلاث لاعبين وتحول كييزا وتحول كوردادو بالامس كيفيه تبديله ونقل مركز كييزا ونزول كوردادو وكلوفسفسكي يعني اللي قاعد يعمله بيرلو في ارض الملعب يبينك انه هو شخص فاهم اللعبه مدرب فاهم ايش قاعد يسوي بارض الملعب. طيب في امس صحفي سال بيرلو بعد نهايه قال هل هذا الاسلوب اللي قاعد تلعب فيه هو اسلوب أليجري؟ رد بدبلوماسيه. شنو قال؟ رد بدبلوماسيه يعني كل مدرب له اسلوبه أكيد. والاهم هو الفوز. لكن انا اشوف بيرلو اقرب للبي يعني اشوفه انه هو اخذ من كل مدرب شوي يعني اخذ من كونتي اخذ من لبي اخذ لكن اشوفه لبي ليش؟ لان لبي خلال مباراه يغير رسم مره مرتين ثلاث اربع وبيرلو من هالنوعيه من المدربين قاعد يغير رسم في المباراه في اكثر من 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 طريقه يعني تشوف في تحرك لاعب يغير لك رسم وهذه كانت مميزات لبي. حسب لاجازيتا على تقييم امس كريستيانو رونالدو في المباراه طبعا اللي يسجل الاهداف ياخذ اعلى تقييم لكن امس انا بالنسبه لي لو في افضل لاعب احط حق المدرب لان المؤتمر الصحفي اللي بعد المباراه هذا المفروض يعني يدرس حق وايد من الناس وايد مدربين وهذا احد الاساليب المرنه اللي ممكن يستخدمها هو شنو يقول يعني احنا اليوم لما نتابع بيرلو بالنسبه لنا انه مدرب جديد او ناشئ يعني مثلا نقول بالنسبه حق فطاحله الدوري الايطالي او مدربين بشكل عام لكن هو قال انا تعلمت ان مو كل مباراه لازم نلعبها نفس الشكل ومو كل مباراه لازم نكون عنيفين زياده لازم في مباريات نلعبها بمخ وفي مباريات ممكن احنا شفنا روما ضغط علينا بالمباراه الاولى وانا تعلمت ان اقدر اسوي ست باك اتراجع وانطرهم يولي ونقطه اخيره روما لو تلاحظ مباراه اللي نتابع روما أسوأ فريق في الدوري الإيطالي في التحول الدفاعي. في التحول. في نقطة الأخيرة بس بقولها هني لما أنا أتكلم عن أنا شنو أطالع بالمدرب أنا أطالع هذا المدرب هل هو يطالع ولا النقطة الثانية صح هو مدرب جديد صح إنه مدرب جديد لكن إحنا نرد ونقول تجربة ما له علاقة هو لاعب عمره لعب 20 سنة بأعلى مستوى وأخذ تشامبيونز ليج مع أفضل المدربين. إيه. هذا كأس العالم. زيدان غوارديولا هذيلا صح كدربوا هم صغار. لكن هم عندهم تجربة. يعني هم عايشين ممارسة حس اللعبة اللعبة بشكل عام نعم. كرة القدم بشكل عام نعم مميز أنور الصرخوه حياك الله حياتي لك أبو محمد والأستاذ الضيوف صراحة اليوم يعني من الأيام الجميلة في الدوري الإنجليزي مباراة كانت ممتعة للي تتابعها طبعا أكيد بالنسبة لي كان يوم جميل نتيجة كبيرة يمكن حافظت سيتي هو أكيد يعني فوز على أرض الأنفيلد بالرغم من طبعا ما في جمهور لكن اكيد النتيجه طبعا بشكل كبير قطع السيتي بشوط كبير في مسافه التوجه او سباقه لفوز بالدوري الانجليزي. بس بتكلم عن جانب يعني تكتيكي في المباراه هذه يعني بوجهه نظري ان المباراه هذه قدر السيتي او بدل جوارديولا يطبق عمليه الضغط على الثلث الاخير وهي نفس الطريقه اللي كان يطبقها كلوب دائما على السيتي في مواجهاته. وشفنا ارتباك حتى اليسون من الشوط الاول في عملية الكرات اللي راجع من الدفاع والحاول تسليم الكرة للدفاع مرة ثانية وبالذات لما صار تسديد في الشوط الثاني ونزول جيزوس اللاعب المهاجم المتمرس في الضغط على المدافعين وعلى حراس المرمى وبالذات بعد ما نزل على طول سجل هدفين ورا بعض من خطا أليسون بيكر مبروك تصور المباراة كانت ممتعة الله يبارك فيك مبروك مرة ثانية شكرا لك في انتقادات لجمهور من جمهور روما لمدرب الفريق فونسكا رغم البداية الجيدة على خسارته وكان التقاليد ترجع نفسها محمد بيئة روما دائما المدرب هو دائما الضحية مونتيلا غارسيا رانييري اليوم فونسيكا دي فرانشيسكو مهما كان اسم المدرب خلاص من تصير نتيجة سلبية على طول الضحية المدرب زين السؤال هل لاعبين روما إمكانيات روما المفروض يكونون في الصدارة أو في الوصافة ولا هذا هو الوضع الطبيعي أنا أعتقد أن روما حاليا فوق الوضع الطبيعي صحيح. أنت مو معطيني ميركاتو ولا مو معطيني لاعبين كواليتي عالي ونجوم سوبر ستار الهدوء في بيئة روما مفقود من عمر الدنيا فأبو محمد أنا باعتقادي أن فونسيكا على شنو يلام أنت لما تقول لي يلام على شنو بالضبط هل على أن في لاعب مشكلة زيكو حلها نتائج إيجابية هو حاليا قريب أو هو من ضمن التوب فور قاعد يحقق هو بس مشكلته أنه ضد الكبار مواجهات مباشرة نتائج سلبية أما بشكل عام
روما مر بفرق ممتازه وصل له فرق تقريبا 3-4 نقاط مع ميلان. زين هل اللاعبين اللي عند روما المفروض يكونون ابطال؟ لا. هذا ليت اعزل المدرب محمد. انا باعتقادي مشكله روما ان فريق يعني جماهيري كبير فالجمهور يعتقد ان روما هو نفس يوفنتوس او نفس الانتر او نفس ميلان، فهذه مشكله دائما تسبب ضغط ان مطالب بروما اكبر. في شغله عزيز ولكن في شغله عزيز لا لا بس في شغله بس شغله سريعه. لاعبين روما من سنوات روما عزيز يعني مثل ما قال عبد الله وضع روما حاليا هو اكثر من الطموح باعتبار. بس في شغله روما انت مره كان عندك اليسون وتشيزني مو موجودين حاليا، كان عندك بن عطيه وماركينوس مو موجودين، كان عندك نص ناينجولان ستروتمان بيانيتش ديروسي مو موجودين حاليا، كان عندك محمد صلاح ولامل مو موجودين، كان عندك توتي ما في استقرار ابو عبد الله. اللاعب النجم اللي يبرز قاعد يشوف ان روما هو محطه لاكبر من محطه هذا اخرى هذا طبعا هذا ارث نادي زائد ان اداره مشروعها الرياضي لحظي، فلا تلوم المدرب اللي حضر وكل يوم عنده تشكيله وكل يوم عنده نجم لازم يطوره أبد ولازم ابدا لا بالنهايه انت يوم بالنهايه يوم. انت طول عمرك قاعد صار لك موسمين ترتكز على فورمه لاعب ولا لاعبين زيكو وغير زيكو. اليوم في قبل نهائي كاس العالم للانديه الاهلي المصري يواجه بايرن ميونخ، لما اخذ توقعاتكم قبل الختام لان ان شاء الله في حلقه اليوم مع وجود سهيل وباقي محلينا راح نتكلم في بدايه الحلقه عن هذه المواجهه، شلون شايفينها وتوقعاتكم. اعتقد سهله للبايرن. اعتقد انها راح تكون سهله للبايرن. ترى الاهلي المصري يعني فايز على بايرن ميونخ ايام محمود الخطيب. فهلي كان يعني انا مشجع للزمالك 2011 كامنيات إيه؟ انا اتمنى الاهلي يخسر بس كمباراه يعني لا بايرن في فارق كبير بينه وبين الاهلي. لو الاهلي 2012 خسر في اخر دقيقه شوف لو الاهلي يمتلك محمد بتريكة يمتلك وائل جمعه يمتلك سيد معوض يمتلك احمد فتحي ليش تتمنى ليش العظيمه اللي كان موجوده ليش تتمنى انه يخسر زملكاوي زملكاوي كم توقعها 5-0 5-0 3-0 عبد الله شلون شايف المباراه؟ انا مو متابع الاهلي محمد فما اقدر اعطي صوره لكن اكيد الفروقات واضحه. تابعت بعض مشجعين الاهلي يقول راح تشوفون مفاجاه يمكن صح ان الاهلي ممكن ما يفوز لكن راح يزعج باير. انا شخصيا مو متابع الاهلي فمتشوق اني اشوف مباراه ضد باير. كم تتوقعها؟ ممكن فارق هدفين ثلاث لباير. انت راح تكون موجود ويانا في الحلقه ونشوف توقعك صحيح ولا عادل شلون شايف المباراه وتوقعك؟ شوف في شغله او في خصله احنا انا ملاحظها على لاعبين المصريين بالذات. لاعبين المصريين عندهم ثقه بنفسهم فوق ما تتصور وقتاليه. خليك من القتاليه صح يعني الافارقه بشكل عام عندهم القتاليه لكن المصريين عندهم الشيء زايد عندهم ثقه بنفسهم عزه لما يبارون فرق الكبيره هذه ما ينهزون بالعكس كل ما يكون الفريق اكبر كل ما يرتفع مستواهم. هني العد ندلنا في فروقات ولكن انا اقول ان المباراه ما هي سهله واحنا نتمنى نادي الاهلي انا بالنسبه لي اتمنى النادي الاهلي المصري انه يفوز ويحقق نتيجه ايجابيه. شكرا لكم محلينا شكرا للمشاهدين شكرا لرعاة البرنامج. نقطه ختام في عالم المستديره العمر يصبح مجرد رقم عندما تملك شخصيه قويه وعزيمه عظيمه واستمراريه جعلت منك لاعبا لاكبر انديه اوروبا لدرجه في سن 39 عام تؤدي أفضل من لاعبين الشباب واليوم تكسر حاجز 500 هدف. باختصار مشاهدينا زلاتان إبراهيموفيتش أسطورة وكاريزما من الصعب أن يتكرر فما له.